اهلا مشاهدينا ومرحب بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا اولى فقراتنا مشاهدينا مع مبادره لها دور كبير في خدمه المجتمع. هي مبادره رسم ابتسامه. معنا من داخل الاستوديو الاستاذ فيصل محمد يوسف رئيس مبادره رسم ابتسام. اهلا ومرحب بك منورنا. اهلا وسهلا بكم، مرحب بكم ومرحب بجميع مشاهدي قناه النيل الازرق. اهلا ومرحب بك. في البدايه عرفنا بالمبادره ومن وين جاءت الفكره. مبادره سمايل دروينج رسم الابتسامه حقيقه تكونت بشكل غريب، ما زي معظم المبادرات اللي تكونت وكده. جت دعاوى على السوشيال ميديا، مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر، في انه احنا داب كنا شباب اعمار 16 17 سنه، خلصنا كنا امتحانات الصف الثالث ثاني، امتحانات الشهاده السودانيه. فجات الفكره انه احنا عندنا اجازه طويله جدا ممكن تمتد لي 5 شهور، فاحنا خلينا نستفيد ونعمل بصمه تخلينا طول حياتنا احنا نتذكر عملنا شنو في الفتره دي. فكانت الفكره اننا نحاول نخدم الاسر المتعففه باي طريقه. فجاءت الفكرة بتاعت إن نكون رسم الابتسامة لخدمة الأسر المتعففة. الموضوع ده ليه وكم سنة كده تقريبا؟ الموضوع ده حقيقة ليه 5 سنين حاليا، بدأت من نهاية 2017 بداية 2018، ليه 5 سنة حاليا. كل سنة بتقوموا بنفس الحاجات اللي بتقوموا بها في المواسم رمضان مثلا، ولا في رمضان وفي أشياء أخرى بتقوموا بها؟ والله الهدف الأساسي للمبادرة الحقيبة الرمضانية، لكن في مشاريع أخرى قاعد يتم تنفيذها، مثلا فرحة العيد ودعم الأسر المحتاجة مثلا لضرر عملية، في أسر مثلا يكون يتعسر من الندفع رسوم لأحد الطلاب وكده. ممكن تكلمنا بس يعني بالتفصيل عن الحاجات اللي بتقوموا بها في المبادرة؟ بالتفصيل بديتوا بشنو أول حاجة؟ أول شيء بدينا بكيس الصايم الحقيبة الرمضانية. فبدينا في الاول بعد الدعوات الجد على مواقع التواصل الاجتماعي، تكلمنا عملنا جروب على الواتساب، قلنا خلينا نميز بين الشخص الجادي وفعلا عاوز يقدم حاجه وبين الناس اللي بيتكلموا سايفين ناس بياعين كلام يعني. فتقابلنا على الساحه الخضراء، ساحه الحريه حاليا، وتقريبا انا الان بتذكر يعني ما شاء الله كنا صغار شديد، معظم الناس اللي جات مع حبوبتها، منهم رونق احمد هسي بتسمع فينا وتتذكر فيه كده، وجوناس هديل ايهاب، الجماعة حبوبته مع ابوه مع عمه مع اخوه الكبير. قعدنا حتى بدايه كان البيبدا الحديث منه كنا خجولين كده حتى ما قادرين نفتح الموضوع. فبدا الصليب على الرسول وقلنا يا جماعه في الاول نتعرف على بعض وكده، والحمد لله اتسهلت منا، طلعنا الناس اللي هم جادين والناس اللي بيلعبوا ساي، وبدينا نخطط الحقيبه ممكن مكوناتها تكون شنو، كيف احنا ممكن نقدر نجمع المبلغ اللي حيكون لنا الحقيبه، واشتغلنا على كده. من كلامك انكم لما بديتوا المشروع ده كنتوا لسه صغار حتى ما قادرين انه اللي حيتكلم منه، فما بالك بالمبالغ اللي انتوا حتلموها عشان تعملوا بيها حقيبه واحده خليك من 50 ولا 60 حقيبه، كيف قدرتوا تتحصلوا على اموال في بدايه مشواركم؟ ده تقريبا كان اكبر حاجز او معضله بالنسبه لنا حقيقه، فبدينا نفكر بكل براءه احنا كيف حنقدر نجمع المبلغ المالي ده. اول فكره جات يا جماعه احنا معظمنا الحمد لله الاوضاع الماديه بالنسبه لنا ما كعبه، يعني نقدر نقدم حاجه. طيب يا شباب احنا في البدايه هسه احنا كم كنا؟ حوالي 10 فقط. فقلنا نكون جروب يكون حق الادمن ونضيف اعضاء ثانيين. بعد ما عملنا كده فكرنا وجات الخطه انه مثلا اي شخص يطلع له قائمه، القائمه دي يكون يستهدف فيها الناس اللي ممكن يجمع منهم التبرعات، اهلك اقاربك اللي برا السودان اللي قاعدين جوا السودان فعليا خيرين انت بتعرفهم، اصحابك جيرانك وكده. ففي نفس اليوم جات مبالغ حلوه، دي شجعتنا شديد، يعني احنا بتذكر الكلام ده كان من المغرب للعشاء كده، فجاه بدات تجي الرسائل يعني جاتني، وكانت رصيد يعني مبالغ ممكن تكون بسيطه 50 جنيه 30 جنيه، فرحانين بها شديد، يا جماعه احنا حنقدر نعمل كده، ايوه حنقدر، وي كان دو ات، ايوه بنقدر نعملها. بدينا نواصل على كده. والغريب في الكلام ده كله ان احنا ما كنا بنعرف بعض اطلاقا، كوننا ممكن يكون في 2 جو مع بعض قبل كده، احنا حاليا اسره اكثر من اننا نكون مبادره خيريه ولا غيرها ان شاء الله. طيب يا فيصل، يعني حجم التبرعات اللي بيجيكم بسد الحوجه؟ حقيقة أول ما بدينا ما كانت بتسد الحوجة، فكنا إحنا بنضطر نتيم مهام من عندنا.
احنا اول ما بدينا كنا اشتغلنا على 30 حقيبه. حقيقه الرقم ممكن يكون صغير بس بالنسبه لنا كانت حاجه خياليه ومفرحه شديد، فالمبالغ ما كانت بتقضي، ولا الان يعني ما المبالغ الضخمه لانه ما عندنا تمويل من جهه معينه ولا في سيدات اعمال او رجال اعمال بيدعموا الفكره وكده، احنا شغالين مجهود شخصي فقط. نعم، بما انه احنا مقبلين على شهر رمضان فبالتالي المشروع الجاي هو حقيبه صايمه والحقيبه الرمضانيه، انتوا عندكم مناطق محدده مستهدفه واسر محدده مستهدفه خلال الخمس سنوات دي متواصلين معها طوالي، ولا كل مره بتستهدفوا اسر مختلفه؟ الشيء الاساسي عندنا وما قاعد يتغير انه اي اسره احنا قدمنا لها حقيبه رمضانيه من السنه الاولى لحد السنه الاخيره اللي هي السنه الرابعه اتقدمت لها حقيبه. اي اسره احنا متكفلين بها ما تم السنه ما وصلت الحقيبه الرمضانيه، وده عهد احنا قطعناه بيننا كلنا احنا الادمن الاعضاء الثمانيه المكونين للمبادره انه اي اسره احنا وصلناها لازم نوصلها في كل سنه، لانه زي ما بقول حبوباتنا العشم الأسرة اللي بتصل الحقيبة السنة دي هسه من هسي هم بكونوا منتظرين إن نحن نصلهم إن شاء الله، إن شاء الله نحن ما حنخيب آماله وحنصلهم بإذن الله إن شاء الله. موفقين، نحن عندنا مادة معدة من الكنترول نشوفها. فيصل، ده كان جانب من الحقيبة الرمضانية. طيب انتوا عندكم مقر والتستيف بيكون كيف؟ يعني بتكونوا محتاجين لناس كثيرة. حقيقة المقر جزا الله خير الجزاء بروفيسور إيهاب والد الطالبة هديل معانا في الإدارة في المكتب التنفيذي لمبادرة رسم الابتسامة. حقيقة هو ما مقصر معانا، كل عام فاتح لنا أبواب البيت وموفر لنا شقة كاملة تحت تصرفنا نحن، مفاتيحنا بنستفيد فيها جميع الحاجات. والأيدي العامل عندنا أعضاء عموميين بيتكونوا من 40 شخص تقريبا، بيجوا يساعدونا، وبالنسبة لنا أيدي عاملة بنعبي بها أكياس صايمة كده. احنا من خلال الصور شفناها بنشاطكم في المبادرة لقينا في شوا سكر الكبير أبو 50 كيلو. انتوا بتوزعوا للأسرة الشوال كامل ولا بتقسموا الشوال ده ليه؟ احنا أي أسرة بنديها 10 كيلو، لكن لما جينا حسبنا انه لما اجيب الشوال 10 كيلو مثلا سعره تقريبا في السوق حاليا 4200، بيجيني فرقه بتاع 3000 في كل شوال، لانه الشوال الكبير 50 كيلو ب 16700 وكده اشتريته، والفرقه دي لما حسبناها ممكن تعمل لنا حاجه ثانيه. عشان كده احنا بنجيب الاكياس ال 50 كيلو شوالات الكبيره ونقسمها على 5 اسره، اي اسره بتاخد 10 كيلو. طيب حجم الحاجات اللي عندكم بيغطي حجم الحوجه؟ وانا اقول لكم الحاجات والناس تحكم. تقريبا هي بتقضي على الاقل 20 يوم. الحقيبه بتتكون من سكر كنانه 10 كيلو، بتتكون من علبتين صلصه، بتتكون من عدس 1 كيلو، بتتكون من بصل ملوى ونص، وبتتكون لنا من
البطين صلصة عدس وعدسية وتسع مكونات أساسية للحقيبة وفيها بصل. معظم المكونات الأساسية اللي بنحتاج لها في رمضان حتى فيه كركديه بنخد رطل ونص وفيه برضو دقيق سيقة وزيتنا بنخد 5 كيلو ودي 9 مكونات. السنة دي إن شاء الله حابين نضيف حاجتين اللي هي الشاي ونضيف على فول بإذن الله إذا ربنا سهل. جميل جدا. طيب السنة دي الأسر المستهدفة كم أسرة وحتعملوا كم حقيبة؟ حقيقة احنا كنا في اول ما بدينا الخطة حقتنا كنا مستهدفين 100 أسرة. السنة القبلية كانت 50 أسرة، فاحنا كان هدف بالنسبة لنا ان نعمل ضعف السنة اللي فاتت عشان كل مرة نكون اخذنا خطوة لقدام وما نكون وقفنا في نفس المحل القديم. وحقيقة انا مبسوط ومن هنا بقدم شكر لكل الناس اللي ساهمت ان احنا اصلا وصلنا لل 100 أسرة من يوم امس. كنا محتاجين لمبلغ 500,000 عشان نتم ال 100 أسرة بعد الحاجات اللي اشتريناها، والمبلغ ده تم بيوم امس. فان شاء الله احنا حنقدم اكثر من كده بكثير ان شاء الله. طيب يا فيصل، يعني حتشتغلوا ثاني على شنو يعني غير حقيبه رمضان؟ غير الحقيبه الرمضانيه احنا بنشتغل على فرحه العيد، بنقدم ملابس للاسر المتعففه، وحابين نشتغل برضه نساعد اخواننا اليتامى في الجامعات باذن الله. في اسر كثيره متعسرين من انهم يدفعوا رسوم الدراسيه للطلاب، خاصه السنه الاخيره في عزوف كبير عن التسجيل، نسبة الارتفاع التسجيل بصورة جنونية. حتى بعض رسوم التسجيل في الجامعات أو المدارس فاقت 100,000 جنيه سوداني، وده مبلغ ما سهل. فرحة عيد اشتغلته؟ فرحة عيد اشتغلنا قبل كده، اشتغلنا السنة اللي فاتت. أنا أرجع من جديد وأسأل، من الأسر المستهدفة هل أنتم يعني ناس من أحياءكم المختلفة ولا عندكم منطقة بعينة مستهدفينها، ولا كيف بتقدروا توصل الأسر دي؟ يعني حاليا 100 أسرة دي كيف تم الاختيار لها؟ الأسر المستهدفة من مناطق متفرغة، منطقة مبدة، الريف الجنوبي منه صالحة، الفتحي 2، الحاج يوسف، مايا والكلاكلات. عندنا أعضاء هناك بيجيبوا كشف عن الأسر وأوضاعهم، عدد الأسر، وبنقدم لهم الحقيبة الرمضانية. طيب بالنسبة للناس الحابة تساهم معاكم، يعني عندكم صفحة في الفيسبوك، في مقركم، كيف بيكون التواصل معاكم؟ عندنا صفحة على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، وإن شاء الله الرابط بينزل طوالي. طيب المبادرة دي على مر سنين اللي كانت شغالة فيها، هل في جهات دعم عليها، في شركات، في مؤسسات، في منظمات، أو أي جهة دعمت المبادرة؟ حقيقة ما في جهات معنية دعمت، بس السنة اللي فاتت زي ما بقول احنا وصلنا متأخرين. في شركة اسمها A&K للأنشطة المتعددة المحدودة بيدير علاء وكريم، قدموا لنا دعم مجزي جدا. احنا وصلنا وطلبنا منهم الدعم، وصراحة هم قدموا حاجة ملموسة جدا، فمن هنا انا بقول لهم جزاكم الله كل خير، وان شاء الله السنة دي كمان نلقاكم معانا زي ما عودتونا. طيب اخيرا يا فيصل، يعني خطتكم الجاية شنو ان شاء الله في المبادرة؟ خطتنا الجاية إن شاء الله نوسع المشاريع، وبدل ما اشتغلنا عالميا نشتغل على الألوف، وأنا متفائل جدا إن حنقدر نصل لكده، خصوصا إن أنا الآن على قناة النيل الأزرق وبشاهدوني أكثر من 1000 الناس على مواقع التواصل، وضعف العداد ده من خلف التلفاز. فإن شاء الله أنا حجيكم بعد فترة وأقول لكم إحنا على الأقل قدمنا 1000 حقيبة رمضانية بإذن الله. إن شاء الله موفقين، وربنا يجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا لك فيصل محمد يوسف، رئيس مبادرة رسم ابتسامة، شكرا لك ونورتنا كثير. الله خير. فاصل مشاهدين، خليهم قراب.